نجي ناخذ اي هذه الاي اول شيء الحكايه اللي عرفناها عليها انه هي معربه. معربه شنو يعني؟ يعني الحركه تظهر عليها اول شيء طبعا هي مشدده، فالحركه تظهر اما فتحه او ضمه او كسره. طبعا الكسره ايضا تنحط داخل اي. اذا هي معربه هنا اي، اي تشتغل على كل اسماء الاستفهام. واسرع ناخذ صفه قاعده الكف مثلا. اذا اجي اعرب او اجي اخذ مثال انه اي كتاب قراته، اول شيء قبل لا ناخذ اي شيء دائما الاسم اللي يجي وراء اي هذا مضاف اليه. مضاف اليه هو اللي راح يدليني على معنى اي، يدليني على معنى اي. يعني كتابا هنا شنو؟ غير عاقل. اذا اي هاي استخدمناها هنا لغير العاقل. اذا جاء مضاف اليه للزمان يعني اي استخدمناها للزمان، للحال للحال، وهكذا. واضح؟ اما كيفيه الاعراب فانتبهوا شويه. اي كتاب، كتاب هنا غير عاقل، اذا اي لغير العاقل. زين من اسماء الاستفهام استخدمناها لغير العاقل اللي هي ما. فشو اسوي؟ اشيل اي والمضاف اليه احط ايده عليهم. شو احط بمكانه؟ احط ما، احط ما. انا ايدي محطوطه هنا، شو بقالي بالجمله؟ ما قرات. واجي اعرب اعراب عادي. قرات شنو؟ فعل تام متعدي لم يستوفي مفعولا. اذا ما 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 لما نجي اعربها اذا فعل تام متعدي لم يستوفي مفعولا شو اعربها؟ في محل نصب مفعول به. واضح؟ اذا اي ناين الاعراب مال ما راح تاخذه منه اي، انا بحكي على اي. اي نا مشدده اذا في محل نصب مفعول به شنو حركتها راح تصير؟ راح تصير فتحه لان مفعول به منصوب. فش اعرب اي ناين؟ ما اقول اسم استفهام مبني في محل، لا، اقول مفعول به منصوب بالفتحه. ودائما لما تعربون اي شو تقولون؟ وهو مضاف. اي يوم سافرت، شوفوا هاي. اي يوم سافرت. يوم على ايش يدل؟ يدل على الزمان، مو يجيب؟ اذا يدل على الزمان، منو من اسماء الاستفهام استخدامها تدل على الزمان؟ اخذنا متى؟ مو متى؟ اذا شو اسوي؟ اشيل اي والوراها واحكي على متى. متى سافرت؟ سافر فعل، اي فعل تام لو ناقص تام بالمجموعه الثانيه يحتاجيه تعرف شنو نوع التام، يعني لازم متعدي ما احتاجيه، تكفيني كلمه فعل تام. اذا متى لا جواب فعل تام شو اعرفها؟ في محل نصب مفعول فيه، مفعول فيه ايضا منصوب. من راح ياخذ اعرابا؟ اللي هي الاي. شو تصير؟ اي يوم سافرته. فهنا شو راح اعربها؟ مفعول فيه منصوب بالفتحه ايضا وهو مضاف. واضح عني؟ وهكذا الحال مع بقيه الامثله. بس خلينا ناخذ هذا المثال. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الوزاري مرات شو يجيب لك؟ يجيب لك الاي ما عليها حركه ويقول لك انت حركها. تحركها يعني من خلال الاعراب. منقلب ينقلبون نفس الملاحظه مالكم. اذا كان المضاف اليه مشتق من لفظ الفعل الموجود في نفس الجمله، اذا اي حتكون اعرابها مفعول مطلق منصوب. واضح عني؟ ملاحظه انه اي وكم. إذا جاء وراها هاي الملاحظة يعني أنه المضاف إليه أو التمييز مشتق من لفظ الفعل تصير معناها شنو؟ يعني شنو معناها؟ يعني على ايش تدل؟ يصلحوا لها تدل على الحدث. تدل على الحدث، لا تنسوها هاي. واضح عني؟ زين. احنا هسه خلصنا ما يخص أي وما يخص أسماء الاستفهام كلها. بعدنا شغله صغيرونه اللي هي الاستفهام المجازي. الاستفهام المجازي طبعا شنو الاستفهام المجازي؟ مثلا يعني بيجي فد لمحه سريعه. كلمه مجاز شنو يعني؟ يعني مثلا اكو فد ولد انا انتظره وتاخر ساعه، تاخر خلينا نقول خمس دقائق. من راح يجي اقول له؟ اقول له وين كنت يا معود؟
صار له ساعة ماكو، بس هو بالحقيقة مو ساعة، هو صار له بس خمس دقائق. هذا يسموه تعبير مجازي. فالاستفهام المجازي شنو؟ انه انا مدى اسأل، انا مدى اسأل، انا اعرف الجواب بس برغم ذلك اسأل. واضح؟ مثلا والذين لا يعلمون، هو انا ادري ما يستوون الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن سألت حرف استفهام. واضح؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا راح يصير عندنا السؤال، هذا الاستفهام شنو؟ قل استفهام مجازي. واضح يعني؟ مثال ثاني، متى يستقيم الظل والعود اعوج؟ هو ما راح يستقيم الظل والعود اعوج، ها؟ لكن هنا يصلحوا له تعبير مجازي، زين استفهام مجازي. الى هنا انتهت محاضرتي الاستفهام. ان شاء الله تكون استفادتكم منها، وان شاء الله نحاول بالايام الجايه نشرح لكم مواضيع ثانيه. تحياتي، محدثكم علي موفق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.